مشاهدينا مساء الخير ضيفي النهارده في ورا الشمس من افضل لاعبين جيله ورحلته مع الاهلي كبيره جدا لكن جماهير نادي الاهلي بتزعل منه وفي منهم كتير بيهاجموه يمكن نقول بيكرهوه اللي في قلبه على لسانه واضح جدا وصريح ما بيسلمش اي حد من تحت ايده سواء كان لاعب او مدرب او حتى زميل قديم في الملعب انا ما بعرفش اكدب ما بعرفش انافق ما بعرفش امسك العصا من النص عشان كده اتجوزت اربع مرات ولا اتجوزت كام مره أربعة. اه اربع مرات أربعة. كتير خلاص ما تزعلش بقى بعد كده اما الناس تهاجمك قلت ان الخطيب كان طالب فلوس زياده زي جورج الحسن قلت ان حسن حمدي اقوى من مبارك واولاد بنشتري ذخيره قديمه ال100 طلقه ب 20 دولار بياخدوا كام مثلا في السمساره دي 10% كام يعني احسبي بقى 10% 2.5 و2.5 ما اعرفش بكام 5 يبقى مين اللي صح مين اللي غلط؟ حسن حمدي وصل حد اقصى في ست اشهر ما شاء الله الله اكبر. يوم الانتخابات هتقف لسه مع محمود الخطيب ضد محمود طاهر؟ انا ما بخافش من حد، ما بخافش غير من اللي خالقني. ولما قالوا ده انا اللي قلت يبقى الكلام صح. كانت ايه المؤهلات عشان تمسكوا مؤسسه زي الاهرام تمسكوا الاعلانات فيها معلش؟ هو ده مش اهدار مال عام. حلو السلاح بيكسب. اه طبعا. انت تطلع تقول كده جمهور نادي الزمالك هيطلع يستغل الكلام ده ان السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي بهليل. لكن لما مصطفى لما يونس يتكلم أه. ترنت. آه. فبيقبضوا على الكلام ده هل فعلا الاهلي فوق الجميع ولا لا ولو صح يعني ايه؟ ما بنفهمش فعلا الاهلي فوق الجميع مين الجميع؟ احنا انتوا الاهلي اه ولا حد تاني؟ الاهلي كان في انتخابات يعني ايه ما هو الاهلي فوق الجميع ما هو أهلي. الاهلي فوق الجميع جوه النادي الاهلي أعضاء ومجلس ادارته ومسؤولينه وكده ودي الكلمه دي بتاعت كابتن صالح الله يرحمه كان في صراع على الانتخابات م. فلازم نتفق ايام بقى ايه ايام البهوات والبشوات م. اللي تيجي تقف وتمشي من قدامهم لازم تضرب تعظيم سلام م. من غير تفاصيل فكان في مشكله في الانتخابات احنا طول عمرنا اللجنه ديت المحترمين دول ها؟ اللي بيعرفوا فين مصلحة النادي الأهلي بيختاروا الأعضاء اللي هتترشح نفسهم. فكان في صراع ما بين سيادة الفريق الله يرحمه ويحسن إليه وكمال بيحافظ حافظ وكابتن صالح. مم. كل جبهة فكرني بالكابتن صالح بس. مم. كل جبهة من دول عايزة تخش وتتحط في البتاع. امم كابتن صالح قال لك مصلحة النادي الأهلي فين؟ الأهلي فوق الجميع. فالمقوله دي جت من هنا عندنا احنا جوه النادي ملناش دعوه بلا زمالك ولا اسماعيل ولا اتحاد ولا البلد لان مصر فوق الدنيا كلها مش فوق ده مش فوقنا احنا مصر فوق الدنيا كلها مم. لكن بقى ال... يعني الناس بقى اللي عايزه تصطاد وتسخن وتعمل يقول لك آه... يعني ايه الاهلي فوق الجميع يعني طيب عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه يعني بصراحه قولي من مصلحه النادي الاهلي ان جمال جبر يفضل في النادي ولا يمشي؟ هو الراجل يشتغل ازاي يعني؟ راجل رئيس النادي يشتغل ازاي من غيره يعني؟ يعني ايه هو دراعه اليمين في النادي الاهلي على اساس ان مجلس الاداره كله ما غير جمال جبر؟ لا هو مش عضو مجلس اداره هو ايه؟ هو موظف وبياخد له حوالي 250 و 300 ألف جنيه في الشهر بمعنى؟ موظف مرتبات إيه؟ مرتبات بيشتغل في في النادي وكان بيشتغل في القناه وماسك مش عارف ايه وماسك ثلاث اربع حتت والرقم ده جاي لي من واحد مسؤول جوه النادي الاهلي وصفت عبد الحليم توقف مرتبه بتاع مراته وعياله ال 5000 جنيه اللي من خم... من 10 15 توقف مرتبه ليه والله اساليهم في النادي سالينا انا أنا فوجئت اصلا بس انت اكيد عندك معلومه انا ما بروحش النادي هل حصل له حاجه بعد ما توقف مرتبه صفوت مات مات ليه صفوت مات بقاله كذا سنه مم. كان الـ 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 شبه زي معاش كده اه لعياله مم. اتوقف توقف ليه؟ ما مين اللي وقفه؟ اللي بيدي اوامر في النادي الاهلي يصرف ولا ما يصرفش؟ مين الخطيب ولا جمال جبر؟ والله المفروض ده الخطيب وبعدين ده ده الكابتن بتاعه، الكابتن بتاعه وبتاعي بس عشان البهالين اللي حصل لاهله بعد كده بعد ما المعاش ده اتوقف؟ ربنا معاهم انا عرفت قريب بس ما عرفتش من زمان يعني عرفت مم. قريب بس يعني مم. ينفع طيب ينفع مدام اميره؟ ينفع صفوت عبد الحليم صفوت واحنا صغيرين صالح سليم بقى كنا بنروح نلعب في نادي النصر في مصنع 36 كان الكابتن صالح يجي صالح سليم كان بيجي عشان مين, مين؟ عشان صفة عبد الحليم يتفرج على صفة عبد الحليم بص الله يرحمهم طيب الله يرحمهم. هل جمال جبر رجل الاعلام القوي داخل النادي الاهلي داخل مصر مش النادي الاهلي هو اللي سيق الدنيا كلها سايق في الدنيا فين؟ في الإعلام وفي السوشيال ميديا وفي اللي وفي اللي وفي ال وفي, وفي, وفي كل حاجة. والمشروعات طيب وبيتتخل. أنت قلت لي من شوية بس عشان أنا ما أنساش أن أنت قلت لي من شوية أنه بيتصرف سنوياً على السوشيال ميديا من النادي الأهلي 3 مليون جنيه. أوه. هل المسؤول عن كده جمال جبر؟ لا المرتبات المرتبات اللي بتتاخد اللي بتتاخد هو اللي مسؤول عن اللجان يعني؟ أه هو المسؤول عن اللجان يعني هو موضوع. اللي مسؤول عن اللجان اللي بتهاجمك امال ايه طيب بس وتقال لي من جوه من عندهم واقول لك بالاسماء قالوا لي حصل كذا وكذا 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 في حاجه تانية عايز تقولها بخصوص جمال, جمال؟ لا عندك حاجه تانية عايز تقولها في ب... كتير طب ما تقول لا في حاجات في حاجات تتقالش عشان ممكن اوضي تترفع لا طبعا عشان انت ما عندكش دليل بسك متاكد الدليل لا متاكد بليون في الميه الكلام ده من جوه النادي واحد مسؤول في النادي بقول لك طب ما يمكن حد بيكرهه جوه النادي بيتكلم عنه بطريقه مش لا صغير. ده حد ابن ناس ومحترم وشيك ونضيف وملوش في السكه دي. فيش حد... فيش حد... مفيش حد ما فيش حد ما حد نائب تر... نائب رئيس مجلس اداره س... ما فيش حد اتربى جوه النادي الاهلي يبقى يكره النادي الاهلي ابدا. مفيش فيش حد يتربى جوه ها؟ ست الكل مم. احنا كنا بنفتح النادي وبنقفله. نفتحه الصبح ونفطر ونقعد ونروح ننام نيجي تاني يوم الصبح نفتحه طيب مش الاحتراف في 20 اللي بيعرف يبص يعني انت مش هتتكلم تاني عن الموضوع ده بتاع مش هتقولي مش هتقولي حاجه تانيه عن جمال جبر بس انت عندك تقول كتير في كتير لا انا بتكلم على حاجه معينه بقى لا لا مش هقول مش هتقول بس هي بس في حاجات عندك عايز تقولها طيب ماشي اما يجي وقتها المناسب ان شاء الله تعالى نروح مع بعض بقى للمنتخب آه. والاحداث الجديده اللي بتحصل في المنتخب دلوقتي ايهاب جلال مسك تمام وكروش تمت اقالته شفت المشهد ده ازاي؟ شايف ايهاب جلال فعلا يصلح ان هو يكون مدرب فني للمنتخب ولا لا؟ نعم ام لا؟ للاسف مدام اميره للاسف اختصرنا الكره في مصر في المدير الفني بتاعه المنتخب اختصرنا مساوئ واداره الكره في الاتحاد وفي الانديه في المدير الفني بتاع منتخب مصر عايز اسالك سؤال مم. هو مدرب المنتخب بياخد م. اللعبة دي كام يوم في السنة؟ كام يوم؟ قولي اضربي كده مثلا كام يوم؟ 10؟ 15؟ 20؟ شهر أكتر حاجة شهر يعني. يبقى مين اللي بيأسس؟ المدير الفني اللي بياخدهم يا دوبك يحفظهم جملة ولا بتاع ولا اللي شغال معاهم 24 ساعة في النادي من أول النادي الأهلي لحد أصغر فرقة ما بيعرفوش يقفوا في الملعب لما تيجي تلعبي ضد منتخبات كبيرة تتكشفي إن أنت معكش ناس مؤهلة أصلاً مش متأسسة، المصيبة مش في المدير الفني، لا إيهاب جلال هينجح، حي... ولا حسن شحاتة هينجح، ولا حسام حسن هينجح، ولا جوارديولا هينجح. مفيش حد هيجي في مصر طب إحنا اللعيبة مش متأسسة يعني، إيه السبب؟ إحنا ما عندناش سيستم، إحنا ما عندناش كورة إحنا ما عندناش كورة؟ ما عندناش ك... ما عندناش نظام عندنا سمك لبن طبعا ده على كده بقى كيروش اتظلم اه طبعا واللي قبلوت اتظلم وحسام طب طب حسام البدري ما اتغلبش حسام اتغلب مشي ليه طيب اساليهم هم اسالينا انا بسالك عن رايك ما هو دايما دايما السوشيال ميديا بتتحكم من فوق لتحت رؤساء الانديه ومدربين ومسؤولين امال ما بيدفعوا ليه للسوشيال ميديا بيدفعوا ليه ليه عشان تاثير الله يرحمه الله يدفعه في التاسيس الله شفتي الله ينور ما عليك الله في تاسيس اللعيبه بالظبط كده انت عندك دوري فاشل دي ملاعب يتلعب فيها كوره دي دوري درجه اولى كل لاعيبه الدوري الممتاز من الدرجه الاولى وهي السوشيال ميديا معلش يعني هي السوشيال ميديا قبل ايهاب جلال ما السوشيال ميديا رافضاه ما هم بيهاجموا القرار ده طب هي 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 السوشيال ميديا ايدت مين قبل كده؟ مش حسام البدر ابن النادي الاهلي حسن شحاته مثلا لا حسن حسن كان هيمشي حسن في 2006 كان ماشي على يدي وكنت جايب آه ليه ما فيش لعيبه كويسه في المنتخب عشان عشان احنا عندنا لعيبه كويسه أوه. بس ازاي يشتغلوا ازاي يبقى دوري منتظم ازاي يتمرنوا ازاي يعيش عيشه محترفه واحد ياخد 20 و30 مليون جنيه ويجي يفك القميص من على الباب بره لسه انا بحكي لك من دقيقه بقول احنا كنا بنفتح النادي وبنقفل النادي احنا ما بنعرفش نباصي خمس بساط على بعض خمس بساط على بعض منتخب مصر طب ده مشكله مدير فني ولا مشكله, مشكلة التأسيس, من التاسيس من الاول التاسيس من اول فين ده يا ستة التاسيس كل... من اول من أول اختيارهم مثلا من تحت من الناشئين. من, من, الناشئين. من الناشئين من, الناشئين بيخشوا الناشئين ازاي بيتاهلوا للناشئين ازاي ما أنا لما مدار... اللي مامته حلوه يعني زي ما انت قلت قبل كده فهمنا بح... اللي بيدفع فلوس بقول اكتر بيقول لك ايه بقول لك ايه دي حقيقه دي حقيقه وبياخدوا فلوس. انا على اي ايه اللي مامته حلوه ولا اللي اه اللي مامته حلوه واللي صوتها حلو. ايه؟ واللي بيدفع واللي صوتها حلو في التليفون واللي بيدفع فلوس. هو ده اللي بيخش الناشئين؟ ما هي خربت ليه؟ ده هيقول لك المصيبه الاكتر مم. في الكوره وعايزين يبقى في كوره دلوقتي الانديه مش عايز اقول الانديه عشان انا بحبهم جدا. تدفعي 30,000 جنيه ابوكي أه الاب يعني يدفع 30 40,000 جنيه يخش يبني يلعب. ما عندوش فكره في فرقه من احسن الفرق في قطاعات الناشئين اتغلبوا مره في ماتش 13 0 لان دول الفرقه دي دفعت 30000 جنيه في شهر ولا 40000 جنيه في عشان يدخل الناشئين عشان يخش الناشئين يعني وع... اللي يدفع وعايزة... يدخل وعايز يبقى في كوره انا على ايامي انا وكانت الاختبارات ببلاش لو قالوا لي على ايامنا مين احنا... اللي بياخد ال 30 40 الف جنيه دول؟ النادي النادي, النادي. اه مم. يعني شرعية ليجل اه شرعي لا في حاجات الليجل بقى في حاجات ثانيه في حاجات مش آه. شرعيه على ايامي انا والجيل بتاعي كله فاروق وحسن الموهوب كان هو اللي بيدخل فاهمين ده كويس لا مش كده مش كده مش الموهوب مم. مش الموهوب مستغل لو كانت التذكره بجنيه ما كنتش رحت النادي الاهلي لان ما كانش معاك ثمنها التذكره دلوقتي التذكره دلوقتي ب 100 جنيه و150 جنيه الكوره دي بتاعت ابن الشارع اللي أيوة. تربع اللي اتربى على الرصيف ايوه مش بتاعة البهوات مش بتاعة اللي بيخش يدفع 30 40 الف جنيه النجم يعني. الكبير قوي 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 اللي انا بحبه وبعشقه كريم عبد العزيز اه كريم عبد العزيز صاحبي وعمه صاحبي جدا جابولي كنت انا بطلت اه جاب لك كريم عبد العزيز جاب لك صغير يتمرن واحمد السقا واحمد السقا اه كريم واد حلوه وهو صغير كده فابوه صاحبي جدا مخرجنا الكبير استاذ محمد عبد العزيز وعمه طبعا قدر والنبي النبي يشوف الواد كريم ده بيحب الكوره ومتاعه شايف يا كريم ما شاء الله ايوه ستايل اه لا هو صغير كمان كان مشكله يعني كان قمر آه. اه نزل كريم وبتاعه شفته مره واثنين قلت له يا ابو حميد ده هيبقى ممثل عالمي آه. مش لعيب كوره مش لعيب كوره احنا مدام اميره كنا بنتراهن انا بصي الاسماء لو انت تعرفيهم م. احمد ماهر صلاح حسني صفوت عبد الحليم مصطفى عبده مصطفى يونس كنا نجيب اللعيبه قدامنا كده بن... احنا بنعمل اختبارات مم. ده لعيب كوره ده اللي هيتاخد ده مش هيتاخد واللي احنا بنشوفه وهم واقفين ما بيلعبوش مش هروح اجيب م... موكوساني وبتاع بالدولارات ب... 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 ولا الثاني اللي مشي واحمد السقه كان ايه لما شفته بيلعب ما برضه احمد لا بيلعب كوره احمد دلعب. ما هو في فرق بيلعب كوره وبيلعب كوره <applause> انك لعيب كوره وتوصل على فكره رايح الزمالك انا عارف روح الزمالك عارف اه ف ف دي موهبه بس مش الموضوع مش إن, ان 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 مامته يبقى صوتها حلو ولا تبقى حلوه الموضوع ده برده كان صادم شويه في اهانه يعني ليه 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 ما بحبش الصراحه ليه ما بنحبش الصراحه ليه الناس دي ما تنزلش تشوف اللي بيحصل في البلاوي اللي تحت دي ليه ما ينزلوش احنا هيديكوتي فرجت بس في التدريب والتدريب على فكره بس من كده ما بتهنتش المدربين بس ده انت بتهين اللعيبه اللي اللي, اللي مامتهم حلوه مش بهله لا ما يعرفش حاجه العيال لا يعرفهم ايه يعني. ما هو العيب مش في الست الست فاضله العيب في اللي بيختار العيب اللي بيبص مش العيب في الست زي ما زي ما دام لميس جابتني قلت لها العيب مش في الست العيب على اللي بيشتغل وانا عندي ادله و... وابصم بالعشره يعني لو جم طلبوا منك دليل هتقدمه؟ لا مش ده دليل هصورهم مثلا لا يعني طيب حسام حسن, حسن اتظلم ولا لا؟ حسام حسن مش هيمسك منتخب مصر ليه؟ الكاريزما دي ما تمشيش في الوسط ده بمعنى؟ حسام حسن, حسن مع اتقال كذا مره ان هو المفروض يمسك منتخب مصر وان هو مرشح ان هو يمسك منتخب مصر ايه اللي حسن بيحصل؟ حسام حسن ده ده من اساطير كره القدم في مصر تمام شكلا وموضوعا وحبا في المهنه اللي بيمتهنها لان هو ابن مدرسه الجهري ها. مستر بايس الله يرحمه كان بيجي يقول حقق حاجه في التدريب عموما طب انا هسالك سؤال بدل هذا اللي انت محتاجه اسالك هسألك مم. الاسطوره بتاعنا بتاع التدريب مين حسن شحاته لا سيبك من ابو علي مم. بتاعنا النادي الاهلي جوهري لا مانويل جوزي مانويل جوزي عمل ايه بره النادي الاهلي ولا حاجه صباح الفل يبقى مين اللي بيعمل الكيان هو اللي بيعمل المنظومه مش انا مختلف معاهم لكن احنا عندنا منظومه منظومه اعلاميه منظومه اداره توفر كل حاجه مفيش واحد ليه فلوس حتى لو ملوش محدش يقدر يفتح بقه عندنا نظام مم. فعشان كده اللي يخش النادي الاهلي ينجح طب انا عايز عايزه اسالك سؤال جه في بالي معلش قولي الخطيب محبوب صح جدا هو شخص كويس صح جدا جدا ازاي مش واخد باله من كل ده معلش يعني واحد الخطيب شخص ذكي وشخص محبوب وراجل محترم بشهاده الناس كلها وحب الناس ده مش من فراغ انا بشوف ان لما الاقي حد محبوب قوي كده ده ما بيبقاش من فراغ ابدا بيبقى بيبقى ليه دلاله ازاي مش واخد باله من كل اللي انت بتقول عليه ده؟ ازاي مش واخد باله من المشهد ده؟ ازاي؟ لان الوجه فين؟ يعني الفريق إيه؟ الاول يعني ايه؟ الوجه الفريق الاول يعني ايه؟, الفريق الأول. يعني إيه؟ الفريق الاول مش هيبص للي تحت مش هيبص ايه اللي بيحصل في البلاوي يعني هو مش هيبص ايه اللي بيحصل تحته وهيركز بس احنا ست كل ملطشه في كل قطاعات الناشئين ملطشه طيب انا لعبت في النادي الاهلي 16 17 18 20 21 ما اتغلبتش ولا مره من نادي الزمالك لعبت 15 سنه في النادي الاهلي ما اتغلبتش ولا مره من نادي الزمالك طيب بس انا عايز انا, عايز بس انا سؤال جه في بالي يعني ازاي رجل بحجم الخطيب وقيمته مش عارف كل اللي انت بتقول عليه ده او مش شايف المشهد ده او مش شايف التفاصيل دي ازاي اصل يعني ما فيش حد مش هياخد باله ما انت ما خليتنيش اكمل الجمله بتاعه عمر ابني ازاي مشي من النادي الاهلي ماشي حطي. ازاي من النادي الاهلي قلت لك احمد سراج امم آه... كلمني الصبح م. قبل ما يكلمني الصبح ديت كنت انا في النادي بتفرج على التمرين م. ما بروحش كتير يعني لقيت واحد كابتن صفة ممكن دقيقه واحده اهلا وسهلا خير صور معايا بتاع كده كابتن جابوا ثلاثة لعيبه ب 10 مليون جنيه السنه اللي فاتت مشوم السنه دي ثالث مره ولا رابع مره انا بقول لك الدم فار في دماغي اكرامي تعالى يا كذا 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 اكرامي انت جبتوا ثلاث لعيبه اكرامي تاني ولا ثالث ومشيتهم يا اكرامي السنه دي مصطفى ما ماليش دعوه مصطفى ما ماليش دعوه انا مسؤول عن حراس المرمى تاني يوم الصبح الساعه ونص الصبح لقيت احمد سراج بيكلمني كابتن والله يا كابتن ما دعوه والله يا كابتن مش عارف ايه في ايه ده قالوا لي ماشي ابن مصطفى يوم. عشان اتكلمت استغفر الله العظيم يا كان عقاب ليك يعني اه طبعا لا هيجي بقى النادي على طول ويتفرج على ابنه ويعرف الاخبار ويعرف الدنيا فيها ايه مم. ما هي المشكله يا ابن اميره بس ما انت ابنك مش موجود دلوقتي وبتعرف كل حاجه اهو ولا ده كان عقاب ليك يعني يا زين لا يا لا مين اللي خد القرار ده تفتكر معرفش المستفيد مين ما اعرفش ما, عرفش. ما عرفش. مين اللي خد القرار ده مين خد القرار ان ابنك يمشي من النادي المسؤول عن قطاع الناشئين فتح مبروك هو اللي قال احمد سراج مشي ابن مصطفى يونس وطلع فتح مبروك قال اصل بدون المستوى طيب عشان كده قلت طيب. على فتحي مبروك فشل؟ ده هو نفسه اللي قال، قال انا ماليش في المهنة دي، ماليش في الشغلانة دي. هو اللي قال مش أنا اللي قلت. طيب تعالى 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 نرجع للمنتخب مرة تانية. اه نرجع للمنتخب. أنت قلت لي إنه مهما حصل حسام حسن مش هيمسك المنتخب، مع إنه هو كان مرشح قوي جدا وإنه عمره إنو... ما كان مرشح قوي. ده بيتقال كده بس يعني اقتراح اسمه في مناسبات كتير بيتم اقتراح اسمه من اللي بيقترح؟ الناس <applause> هو الناس اللي هم اللي بيعينوا يصلح حد... ولا لا يصلح؟ يس... لا. حسام حسن اسم كبير جدا يصلح ونص شخصية حسام حسن ما تمشيش في هم. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده حسام حسن راجل دمه حر راجل قوي خلي بالك من كلمة قوي ديت هم. راجل آه لا يقبل ان حد يتدخل في شغله فما ينفعش لازم تاخد ابن فلان وام فلان وست فلان واصل دوت ابوه وكذا. مم. طيب ما فيش داعي. لا داعي لا في داعي انا لا عايز اعرف والنبي في داعي في داعي والله في دا داعي يا دا اميرة انا تعبت من الكلام. المصالح تفتكر تفتكر حسام حسن في موقف زي ده يتضايق؟ طبعا لازم يتضايق. لازم يتضايق ولازم يزعل. لكن ايهاب جلال؟ محترم ابن ناس. شخصية قوية وهادي كان بيلعب معايا أنا في نادي الشمس من أحسن إمكانياته نال. الفنية إيه؟ طبعا في نادي كويسة طبعا مم. أحسن من موسيماني يعني؟ أحسن من كيروش؟ رد عايز كيروش كيروش راجل ضرب ريال مدريد يا جماعة كروش وصل ثلاث فرق اوروبيه عالميه لكاس العالم يعني يعني لعبنا كان فينا لعب فينا لعب فينا لعب يا جماعه في المنظومه المنظومه فاشله كروش مين لو جبتي يعني المنظومه هي اللي عايزه تتغير السيستم كله لازم يتغير يتغير ولا يتنسف ويجي غيره الله يرحمه كان كان عايزين يمسكوه فتره اتحاد الكوره كابتن صالح آه. قال لهم عشان امسك اتحاد الكوره لازم اهده من اساسه من تحت اه ويتبني جديد عشان نعمل شغل جديد طيب فالمنتخب يم... اتمنى ايهاب ده من يعني من الناس قريبين جدا مني وعلى قلبي هو وخالد كامل آه لكن المعوقات كتير مش المعوقات في اتحاد الكوره الناس م. كلها ناس محترمه كلهم ناس محترمه ونضاف وحط تحت نضاف دي 100 خط نضاف حط تحت نضاف دي 100 خط لكن المنظومه مش هتساعده م. المنظومه عايزه تتنسف المنظومه لازم من تحت من الجذور ما نسيبش مل في الجدر من تحت عشان يبقى عندنا الكرة ونقفل على نفسنا م. ويبقى في عندنا دوري درجة أولى ممتاز مين ودوري. كان موافق على اختيار إيهاب جلال ومين كان رافض؟ أنا اللي سمعته برضو ااا آه الاتنين بركات وحازم كانوا رافضين رافضين وعايزين مدرب أجنبي والباقي كله وافق طب مش دول لعيبة كورة والمفروض ياخدوا رأيهم برضو؟ المفروض آه. لما يتخذ قرار بالإجماع يبقى كله متفق عليه ماشي مين مين اللي خد القرار ده؟ مين شافه مجلس صح؟ مجلس الإدارة امم إحنا مجلس إدارة إحنا ستة سبعة خمسة ضد اتنين مم. طيب هسألك سؤال تاني المهندس هاني أبو ريدة ساب اتحاد الكورة لكن بيقال إن لسه ليه أزرع جوه اتحاد الكورة ولسه بيتحكم وليه قرارات بتتنفذ هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ حبيبي أنا بعشق هاني أبو ريدة ماشي لكن أكبر سبب لفساد الكورة في مصر بوزان الكورة في مصر هاني أبو ريدة ياه yeah. آه طبعا اللي عمل فينا كده ده كله هاني أبو ريدة المجاملات اوحش حاجه مدام اميره انك تجاملي تجاملي على حساب بلد سواء مدرب سواء رئيس نادي سواء نادي سواء أقول لك اربع خمس ماتشات على بتظبط نفسك مجاملات بريئه لا بريئه بريئه لا بريئه لا أنا بريدة لا هنا بريدة ان الحياه دي حد محترم وشبعان وابن ناس و... لا لكن الفساد الاداري اكتر من الفساد المالي لو في فساد مالي وفي نجاح اداري يغطي على ده لكن م. الفساد الاداري هو المصيبه في احمد نسيم اللي بيكتب لكم موظف في الاتحاد ما ردتش عليا لا رديت لا المهندس هاني ابو ريده لسه بيتحكم لحد دلوقتي مع انه خارج الاتحاد نعم ام لا انا ما اعتقدش مع الراجل ده في الدوره دي ما مبي... لان الدوره اللي فاتت الاستاذ على الاستاذ اللي صزع... اللي جمال جابه كان جاب جابوا جابو هنا بوريدا مم. لكن المجموعه دي ما اعتقدش المجموعه اللي الحاليه دي ما اعتقدش ان هنا بوريدا ليه لكن انا ما بتكلمش هنا... على المجموعه دي انا بتكلم عموما لا طبعا هنا بوريدا هنا بوريدا جامد جدا جدا ازاي وهو خرج بره الاتحاد ازاي لسه لسه بي... م... مين اللي بيدير الكوره في العالم امم مين مين الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي مم. هو في الاثنين هو اللي علاقاته بنت لازينه هنا وهنا بالعلاقات بس يعني اه طبعا 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 بالعلاقات طيب تعليقك ايه على اللي قاله حسام البدري ان احمد مجاهد راح وقال له عندنا إن... شوط الرياض <applause> يا كامل يا ست اميره يا ست اميره يا ست الكل لازم يتنسف من تحت انت عارفه لو واحد بس تعاقب كله هيخاف لو واحد في الوسط معلش خلينا نوضح لناس ايه اللي اتقال بالظبط ايه اللي اتقال ان عندنا شويه يورات لما يخلصوا يمشي مين احمد مجاهد. امم في حد يقول كده قال كده عن مين عن فنجاده اه مم. طب قال له جبت فنجاده ليه قال له شو معنا معانا شويه يوروهات زياده آه. 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 لما هيخلصوا هنمشيه معناه دا الكلام ده ده لازم ده لازم محاكمه احمد على فكره حبيبي حبيبي جدا لكن انا بتكلم في دوله بتكلم في بلد بتكلم في مال عام أنت لازم يتحكم عليها مين اللي هيحاكمه الدوله الدوله تحكمه. هو حد قدم بلاغ ده كلام بيتقال إيه؟ انت لسه بتقولي لي لما تقول على شاشه التلفزيون ده بلاغ هم طب هو عمل ايه عمل ايه عمل ايه عمل ايه ولا حاجه ما حققش حاجه عمل ايه هيحقق ايه يا مدام اميره مم. عمل ايه الكرة دي لازم من تحت من تحت <applause> انت قلت المنظومه كلها عايزه تتغير لازم تتغير المنظومه <applause> كلها عايزه تتنسي بصي بصي لازم نشوف لنا كامل وزير جديد في الكوره لازم نشوف لنا اه كامل وزير اتحاد كوره يجي يمسك اتحاد الكوره زي شخصيه كامل وزير كده <applause> حد بنفس الكفاءه يعني حد بنفس القوه يمشي وما يخافش ينسف وما يخافش حد بنفس حب البلد حب الو... دول اتربوا وهم عندهم 18 سنه على حب البلد طب المواصفات دي موجوده في حسام حسن, حسن مثلا انا ما انا قلت لك النظام ده ما ينفعش مع مع الكوره في مصر ولا انديه كمان ما بصي تعالى نفترض افتراض م. مسكت منصب كبير في الكوره وليك عندك بوزيشن او اوثوريتي عندك سلطه ان انت تقدر تمشي اي حد وتحط اي حد هتمشي مين في ايه في المنظومه ولا فين في المنظومه هجيب ح... ح... ناس هتمشي في... مين أمشي من الاتحاد مثلا؟ اه ما مشيش حد هتمشي الله امشي ليه؟ عشان تعمل فريق منتخب كويس عشان يتاهل اصلا كويس هتمشي مين؟ لا مش همشي هحط نظام مش همشي امشي مش ليه؟ حد؟ لا الله ما انا لما ابقى مسؤول هحط نظام هحط سيستم بدل ما اعمل 900 فرقه في الدرجه الاولى عشان انجح و... وانديه مع احترامي الشديد تحت السلم يدفعوا 5000 جنيه بي... بتوع الاتحاد كان هم اللي بيدفعوهم هم. عشان يديوا صوته هم. يا ست الكل دي منظومة فاسدة عشان ياخد صوته عارف مين تاني بيقول كده؟ رضا عبد العال بيطلع حقيقة. يقول برضو ان دي منظومة فاسدة فاسدة ولازم طيب تتنسف كلها من طبعا بتاعك. عارف الناس بتقول عليكوا ايه؟ انت ورضا عبد العال؟ بتقولوا ايه؟ ان انتوا بتحبوا الشو وعايزين تبقوا ترند واحنا واحنا انا وانا محتاج شهرة امم انا قعدت من شهر خمسة من شهر تمانية لشهر اثنين ولا ثلاثة ما طلعتش في التلفزيون نهائي مم. كان ام بي سي قافلة مفيش رياضة ما طلعتش انا عملت مرتين صفحتين صفحه على السوشيال ميديا بتحب تطلع في ام بي سي اه طبعا ولا قناه مصريه لا ام بي سي طبعا ام بي سي ناس اي قناه مصريه انا بالنسبه لي انا طول عمري التلفزيون المصري ده الاساس بمضي مع اي حد التلفزيون المصري ملوش علاقه تمام هرجع لموضوع الترند ده تاني وعندي فيديو عايزه افرجه لك ولكن بعد الفاصل استنوني كابتن مصطفى يونس قال بلسان الأهلوية خدنا مقلب في كهربا عندك رد يمكن يعني كابتن مصطفى يونس طبعا يعني شخصيه كبيره وكان نجم وكان نجم كبير بس يمكن تصريحاته اللي بيفضل كان على طول على فكره مش اول مره يقعد يتكلم يعني تصريحاته الاخيره صعبه يعني على الجمهور صعبه على الناس يمكن صعبه عليك ولا على الأهلوية تحديدا طبعا الاهلاويه طبعا يعني يمكن يعني أنا مش مقلب ولا حاجة خالص يعني ويمكن هو بيقول أي كلام يعني يعني اعذرني بقى معلش عشان خاطر أنا يعني أنت اتكلمت كتير فأنا ما حابب عليا كتير اتكلم عليا كتير تكلم يعني أنا ما كنتش حابب إن أنا أتكلم يعني أنا يعني ما بحبش أعاديه ولا أعادي حد يعني بصراحة بس هو كل احترامه طبعا أكبر مني سنا بس اللي أنا عايز أقوله له يعني أنا مش مقلب ولا حاجة وهو دايما يعني الفترة اللي فاتت دي عشان يظهر في الإعلام ويتكلم في الإعلام دايما بيجيب سيرة الناس في النادي الأهلي أولاً, اولا رايك ايه في الكلام ده اولا, أولاً آه انا بتكلم عليه ان هو النادي الاهلي ما استفادش منه حاجه ان النادي الاهلي ما استفادش من كهربا حاجه لكن هو امكانياته كلاعب كوره عالي جدا مم. جدا مم. وانا هاجمت موسماني عشانه مم. في الفتره الاخيره لما التزم بقى يتمرن بقى ينزل يصنع الفارق مع الفرقه لا الواد جاي لنا صديق آه صديق عزيز يعني هو صاحبه وصاحبي جدا يعني مين المستشار اشرف امم المستشار اشرف ايه آه، ما مفيش ده عشان ما يبقاش اعلان يعني امم ااا آه... نتكلم ان هو علي على طول يعني على هو بيحب الكهرباء جدا وانا بحبه كموهبه ما استفدناش منها مش مفيش حاجه بيني وبينه مم. يعني هو اصغر من مصطفى ابنه واصغر من ماير بنتي مم. فمش هحط راسي براس كهربا آه، كهرباء هو ما يطلع يقول على التلفزيونات انك بتقول اي كلام انا هل ده هو بصي بتشوف انا بتشوف الكلام بص بص ده ازاي هو بس تلاقي مكانش فوعي فوعي يعني ما كانش في وعيه شويه يعني ايه ما كانش في وعيه يعني مش مش مركز مش مركز ازاي ما اعرفش اسالي كان شكله مركز عادي طيب يعني في فرق في فرق مش مركز ازاي انت قلت عليه كده قبل كده انت دايما بتلمح ان كهربا ما بيبقاش مركز في كلامه وبيبقى مش في وعيه معناها ايه تقصد ايه لا ما اقصدش ما هو 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 ما قالش جمله مفيده ازاي زي الناس هو قال ان هو كده بيضايق بيزاي النادي, طيب. طيب. النادي الاهلي وجماهير طيب. النادي الاهلي وان هو وان انت بتقول أنا اي أنا كلام انا هفضل هفضل طول عمري لحد ما اموت هقول كلمه حق لو, لو, انا بخسر انا بخسر لكن هقول كلمه حق وقال كمان انك بتستغل اسمه عشان تركب الترند استغل ده مين ده اللي استغل اسم مين كهربا هو قال كده هو قال في طب انا بقالي 8 اشهر زي قلت لك من شهر 8 لشهر 2 3 ما فتحتش بق بكلمه في اعلام ولا صحافه ولا بتاع يبقى انا عايز اركب الترندات فين صح انا بقالي ثلاث سنين ما بطلعش في قناه غير في الام بي سي مصر. مم. يبقى انا عايز اطلع فين؟ كان عندي صفحه وصلت للطب في اقل من شهر وقفلتها. طب وبطلت ليه تطلع على ام بي سي؟ لا ما... لا ما بطلناش كان ما فيش رياضه، الفتره دي ما كانتش رياضه وكان هترجع تاني؟ اه راجعين انا شغال شغالين مم. بس احنا عشان رمضان عشان كده انا جيت معاك مم. يعني. فمش انا بتاع الشهره، بتاع الشهره انا كابتن طب هترد عليه تقول له ايه؟ هتقول ايه الكهرباء؟ هقول له آه يعني انت كان ممكن تبقى قد كده 100 مره كهرباء. بس؟ مش بس حاجة. ايه آه سلوكياته مم. هي اللي عملت فيه كده ايه هي سلوكياته سلوكياته انه مش ملتزم بمعنى مش ملتزم بيسهر بيروح الصبح بالاماكن اللي بيسهر فيها والكرة مش عايزه كده انا ست بيسهر في اماكن سهر يعني ايا كان بقى دي بتاعته ما انا ما بخشش في حاجات شخصيه مم. المعلومه طب دي جبتها منين إيه؟ معروفه آه لكن هو لعيب كويس قوي قوي يعني يعني كهرباء قضى قويت... على مستقبله الكروي يعني عايز تقول كده ب... بأسلوبه بطريقته في هو... حياته هو صالح جمعة لعيب كويس ولا وحش؟ لعيب حريف مش لعيب كويس لا مش حريف لعيب فز م. بعد أبو تريكا م. صالح جمعة إيه اللي عمل في صالح جمعة كده؟ إيه؟ سلوكياته ما هو البني آدم أو الشهرة م. مش كرة بس وأخلاقيات م. والتزام م. هو لما التزم الفتره الاخرانيه فرق وكان بيزلي على الفارق لكن موسيماني مش عايزه مين اللي مش عايزه موسيماني زي ما بيقول اتعدى عليه او تعدي على زمايله زي ما بيحصلش في النادي الاهلي ده خالص 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 لكن هو لعيب كويس لعيب كويس قوي وازاي حتى انا طب انت شفت من 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 فتره كده من كام يوم موسيماني كتب ايه انه مش عايزه خالص لا قال ما طلعوش اشاعات عليا انا وكهربا احنا في شهر كريم اتقوا الله ما قريتش التويته بتاعته لا لا ما اعرفش طب, طب, طب هو طلع كتب طب كده على تويتر استني ده ردا على ان كهربا مش بالنادي الاهلي طب لما قال ان انا ما اعرفش ان كهربا راح اعاره هل ده ينفع يجوز في الاداره قال لك انا ما اعرفش بس هو ممكن يكون فعلا ما يعرفش دي مصيبه في الكوره مصيبه في الكوره دي بتبقى مصيبه ازاي ما يعرفش إذا أنا المدير الفني وتاخد لعيب عندي ولا تجيب لي لعيب وأنا ما أعرفش. ما ينفعش. ما حصلتش معاك يعني ولا مرة؟ ما تحصلش. ما تحصلش. مم. في النادي المصري أنا... ما فرضوش عليك لعيبة؟ لا. ما فرضوش عليك أي لعيبة؟ أنا رحت والناس شغالة. مم. أنا رحت والناس شغالة. مم. أنا رحت والناس جاهزة ولا ما ما اتفرضش عليك لعيبة يعني؟ لا لا لا. ولا جهاز فني؟ ولا جهاز. هم اللي موجودين وأنا رحت عليهم أه. أنا رحت عليهم. مم. بصي. طب ايه انت اللي اتفرجت عليهم يكن. طيب؟ هشام يكن هشام يكن ولا تامر حسن؟ ما تعرفيش انت تامر حسن مين؟ لكن تعرفي هشام يكن مين؟ كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك ها؟ مم. طب مين؟ اكمل لك مين تامر حسن؟ تامر حسن ده كان لعيب عندي في نادي الشمس مم. نادي الشمس مم. بس مدرب كوره قد الناس اللي بتشتغل في الكوره دي كلها مشيت هشام يكن ممكن يبقى هو احسن مني مم. وجبت تامر حسن هو فين دلوقتي؟ كان بيشتغل في الامارات ورجع. بيشتغل في السعوديه ورجع، حاجه حاجه محترمه يعني مدرب كويس. م. فانا بقول لك بص اقول لك اريحك. م. الشخص الضعيف يجيب واحد ضعيف معاه. الشخص عشان الشخص القوي عشان يبقوا زي بعض. اه عشان ما يبقاش منه. ايوه، م. الشخص القوي يجيب واحد قوي معاه، م. عشان هو يبقى اقوى، عشان م. يجمد. طب مشيت ميمي عبد الرازق ليه؟ لا انا ما مشيتوش ده هو مشي. اللي مشي مجلس الدار اللي مشي ما انت طفشته لا لا لا, لا زهقته لحد لا لا لا. ما, ما طفش لا زهقته ايه انا انا ماليش علاقه بالفرقه انا كنت مدير كوره انا كنت مدير كوره وميمي عبد الرازق من الناس المحترمه وحبايبي واصحابي وزميل كليه كمان يعني ما انتوا زمايل ليه طلع قال انك السبب في ان هو يمشي وهو يقول زي ما هو عاوز عشان الله ما انتوا زمايل وحبايبي الكل هو يقول اللي هو عايزه ده انا خلصنا الماتش انا قعدت ليله بكامله في التليفونات مع الحاج سمير حدبية ربنا يديله الصحه مع عشان ما يمشيش وهو مش عايز يلعب الماتش فالرئيس النادي قال لي خلاص يمشي قلت له يا حاج سمير عشان خاطري ايه ده مم. طيب. فهو ما رضيش لك مش هلعب بس مم. طيب عايز اسالك سؤال تفتكر رمضان صبحي ممكن يرجع الاهلي مره تانية؟ تاني السؤال دوت يا امين نعم ام لا تاني السؤال ده نعم ام لا احنا عندنا اللي بيمشي بالاسلوب ده ما بيرجعش اللي يعني انت 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 زعلان منه انه ساب الاهلي لا هو بيدور على مصلحته لكن انا خسرت لعيب غير طبيعي في مصر لعيب كبير قوي طب ما انت ما عرضتش عليه نفس الفلوس طب ما هو من حقه يكسب برضه ما ده بيزنس طب ما انا قلت لك طب ما انت طب تفتكر ممكن يرجع الاهلي مره صاحبنا تانية صاحبنا زعل ليه بقى انا قلت لك اللي بيمشي بالاسلوب ده النادي مش هيرجع اللي بيمشي بالاسلوب ده مش هيرجع طيب هقول لك طب ما حاجة. يبقى فيه. مش الناس اللي انت لسه بتساليني مم. ان انك انت هتروح تعمل برنامج في قناه الزمالك مش كده ايوه هو ايمن شوقي كان بيلعب فين بعد الاهلي في الزمالك؟ زكريا ناصر في الزمالك بيلعبوا وبيشتغلوا فين دلوقتي؟ <applause> هو كابتن حلمي طولان حبيبي وصديقي وعشرة العمر <applause> كان بيشتغل ايه في اول ما ما, ما قناه الاهلي اتلعبت اتعملت بيشتغل ايه؟ كابتننا الكبير الله يرحمه يحسن ايه كابتن طه مصري كان بيشتغل في قناه الاهلي كان <applause> بيحلل لكن البهليل يعني انت إيه هتروح قناه الزمالك ما روحش ليه قناه الزمالك؟ <applause> انا شغال في الام بي سي دلوقتي <applause> لو هيديني اكتر من ام بي سي هروح لكن انت بتتكلمي في قناه ما شاء الله يعني ام بي سي يعني بيتفرج عليكي محدش هيدفع اكتر منهم اصلا حتى مش الفلوس كل حاجه بس الفلوس مهمه مهمه انا ما قلت لك لو يدين اكتر هروح مش بقول لك كده مش مم. انا اللي بقول مم. لكن ام بي سي رونق تاني خالص رونق زي ما كنت شغال في مودرن ليه ما تقدمش برنامج في ام بي سي والله دي مش بتاعتي مش بتاعتي ما اقدرش اقول الكلام ده ومهيب موجود وصديق عزيز حبيب قلبي وبس ومن الناس اللي مهيب. مهيب صديق عزيز وكل حاجه مهيب مذيع موهوب اه طبعا ولا هو مراسل كان لا ما هو اقوى ما هو جايبها من تحت ما جايبها من تحت مم. مهيب ذكي ومهيب بيجيب المعلومه من 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 قلبهم مم. من اي حته مش مش اقصد عندنا بس يعني ايوه يعني يعني كمان اعلامي بيعرف يشتغل يعني اللي بيقولوا كمان من من دلوقتي اربع خمس اشهر بيحصل فمهم مهني وبعدين الكمال اللي لوحده مم. مش كل الناس هتتفق على مبي ولا على مصطفى يونس ولا على سين ولا على صاد ده شيء طبيعي مم. بس طيب دلوقتي هسالك اسئله في هخيرك بين خيارين يعني هقول لك حاجتين وانت هتختار بينهم حاجه واحده تمام صباح. اختيار واحد بس ماشي ممكن استعين بصديق ولا مفيش <applause> لا مفيش استعانه طيب, طيب. ماشي. امهر لاعب في مصر محمد صلاح ام شيكابالا محمد صلاح بره المنظومه خالص بره التصنيف يا جماعه بره التصنيف وانا ع... 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 هو من قناه الشمس محمد صلاح بره التصنيف مم. ما اقولش محمد صلاح من افضل خمس لعيبه ولا 10 لعيبه محمد صلاح من افضل ثلاث لعيبه في, العالم, ما نجيبش سيره صلاح هنا خالص بس جمهور الزمالك بيقول شيكابالا احسن من صلاح شيكابالا لعيب من ما حصلش شيكابالا لكن عمل ايه دي وعمل ايه المنتخب مصر مم. انا من عشاق شيكابالا مين افضل رئيس للنادي الاهلي صالح سليم ام محمود الخطيب لا ما فيش وجه مقارنه صالح سليم ما, ما نقولش صالح سليم وسيم ما ينفعش طب حسن حمدي ولا محمود الخطيب لا حسن حمدي حسن اه طبعا بكتير بفرق ب ب ب ب ب شاسع جدا هاجمت نادي بيراميدز اثناء فتره تركي قال الشيخ عشان مالكش مصلحه فيه ولا عشان هو افسد الدوري المصري؟ آه كلمه حق اه انا طلبت اشتغل في نادي بيراميدز وطلبت من حسام البدري هو رئيس النادي. حد هيقول لك الكلام ده؟ لكن لما حسيت ان آه آه عايز يسقط النادي الاهلي انا هاجمته لكن لما عرفت الحقايق الراجل دفع قد ايه وعمل قد ايه وسوى قد ايه وإدى وإدى, وادى 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 دفع قد ايه؟ يه. الرسمي ولا غير الرسمي؟ غير الرسمي يوه. والرسمي ايه دفع قد ايه؟ ملايين وشنط بتنزل من من البيت ملايين وشنط خضرة بتنزل من البيت شنط ايه؟ شنط فلوس بتروح لفين؟ بتروح لصاحب النصيب مين صاحب النصيب؟ ما اعرفش بقى يا رب ارزقنا يا رب <applause> مين صاحب النصيب؟ يا ست اميره صباح الخير ما انا بسالك الناس كلها عارفه ما انت صريح طول الوقت اشمعنا بتيجي على في حاجات مش عايز تبقى فيها ما اقدرش اتكلم فيها ما الناس كلها شافتها ونزلت على السوشيال ميديا الشنط نزلت ما تقال ان كله دخل النادي الاهلي يا ست ما الكل ان كل حاجه دخلت النادي الاهلي صباح الخير ده في ساعات اتباعت اول جت من المطار اتباعت يبقى دخلت النادي الاهلي ازاي؟ ما دول البهاليل اللي انا بتكلم عليهم السوشيال ميديا ايوه دول البهاليل بتوعهم بتوع القبض وصاحبنا بياخد نص مرتبهم اللي مسؤول عنهم الحاجات اتباعت لكن لكن تركي الشيخ يعني الراجل يعني انا طب تركي إيه الشيخ, يعني الشيخ صرف الفلوس دي كلها كان منتظر ايه؟ بيحب النادي بيحب بيعشق البلد دي بيحب النادي الاهلي انت عارفه طب ساب نادي بيراميدز ليه؟ دي ما اقدرش اتكلم فيها، حاجات شخصية لأن حصل زهق لا زهق من زهق من كتر الهجوم اللي كان احنا عليه احنا احنا محق. ليه الجماهير ما حبتوش؟ عشان بقى ضد النادي الأهلي، وليه الجماهير ما بتحبش حسام البدري؟ وليه الجماهير ما بتحبش ما بتحبش رمضان؟ يعني الأهلي هو اللي بيحكم يعني احنا لما خدنا فرقة الإسماعيلي كلها ولبسناهم الفندق الحمراء دي كانت كويسة؟ ولما رمضان صبح تبقى وحشة؟ أنا نفسي أفهم الناس دي إيه؟ مش بتقولوا اختراف؟ مش في اختراف؟ خلاص. جمهور النادي الاهلي هو اللي هيرد عليك في النقطة دي. ما يرد ولا طيب. ما يردش؟ مين لا البهاليل مش جمهور النادي الاهلي. البهاليل اللي هيرد. طيب مين أفضل إعلامياً خالد الغندور أم أحمد شوبير؟ لا شوبير نمرة واحد في مصر كلها. امم شوبير نمرة واحد في مصر وأنا مختلف معاه شوبير طيب مدحت شلبي ولا سيف زاهر؟ آه سيف آه راجل بيحب يمسك العصا من النص. وسيف حد محترم جدا. مدحت مخضرم مدحت قديم يعني مدحت بتاع كوره اصلا مدحت قديم يعني لكن لكن كل واحد ليه كاريزمته كل واحد ليه جمهوره طيب هني حتحوت ولا ابراهيم فايق انا بيعجبني جدا هاني حتحوت من هو مذيع ولما رحت معاه حلقه في في الاذاعه عاجبني جدا ومثقف جدا وابراهيم فايق من الناس اللي انا بحبهم مم. يعني الاثنين دول بالتحديد لما بيطلبوني في مداخله ولا حاجه بس قبل 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 ام بي سي ما يقولوا لا ما كنتش متاخر عليهم هما طيب الاثنين من الشباب المستقبل يعني طيب ايه المجال اللي تقدر تقول انك فشلت فيه بصراحه الاعلام ولا التدريب؟ ولا حاجه تالتة احنا ما نعرفهاش؟ لا انا لا فشلت في ده ولا فشلت في ده انا عمري أنا فشلت أنا, انا فشلت مره واحده بس في فرقه في نادي حتى في, في الامارات فشلت ايه في حياتك؟ انا بكلمك بالعموم فشلت التدريب فشلت الاعلام ولا في حاجه فشلت تانية فشلت فشلت ان انا ما عملتش حساب لبكره دي أكبر فشل فشلته لأن الأعباء عليا كتير أوي فأنا ما عملتش حساب لبكره لسه الأعباء عليك كتير لحد دلوقتي؟ اه طبعاً. طبعاً. بتحس إنك مضغوط إنك اه طبعا, طبعاً. وبعدين ما بحسسهمش بحاجة يعني من يعني ما كنتش أحب أقول الكلام دوت وقت هم هيسمعوه ما كنتش أحب أقول الكلام ده لأنه دول أهلي دول اخواتي بكيت قبل كده بسبب كتير. مضغوط. إنك مضغوط كتير واشتكر ربنا تقول له إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في مين؟ في كل واحد ظلمني. في كل واحد ما ادانيش حقي. في كل واحد ما قدرنيش. يا ست الكل انا اللي كنت سايق النادي الاهلي. ده يتأيد وده ما يتأيدش، ده يلعب وده ما يلعبش. مصطفى عبده جالي في يوم سنه 81. ايه 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 السبب ان انت توصل للمرحلة دي؟ إيه. مين غدر بيك؟ انت شايف انه مين غدر بيك؟ صحابي. مين صحابي؟ حسن حمدي والخطيب. عشرة إيه. عمري 50 سنة. ما كانش واحد يجرؤ ياخد قرار من غيري. يجرؤ. بقى. في حاجات ما اقدرش اتكلم فيها. حاجات خاصة يعني. عاشت خمسين سنة يا ست الكل. مش خ... مش عشت خمس أيام. أنت حاسس إن هما باعوك يعني؟ لا أنا ما أنفعهمش بس. باعوك؟ أو هما أو هما شايفين إن أنا خلوك الخطيب خلاك تبكي قبل كده بكيت بسببه قبل كده؟ كتير لما كان بيعيا ولما نجح لا على على نفسك لا خطيب او لا. حسن حمدي لا 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 قهروك يعني لا. بكيت لا مش حاجه اقول لك لا انا بزعل من جوايا هم السبب في إن انت وصلت له طيب لو انت شايف ان انت ما شلتش حاجه لبكره او ان انت ما حققتش اللي كان نفسك لا لا لا, لا, لا 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 او المفروض ان انت كنت حققت اكبر من كده هم السبب في ده الرزق بتاع ربنا مش في حد انت شايف ان هما لا, لا 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 خالص هم شايفين ان انا ما ينفعش خالص هم المسؤولين في ناس انا شايف ان انا اتظلمت في النادي الاهلي وفي المنتخب المنتخب ده بتاعي طيب. انا كنت بقعد احط رجل على رجل وهم بيلعبوا ازاي بتمرني وازاي بتشتغلي انا وانا بلعب كنت بعدل على هيديكوتي اعظم من دخل مصر في التدريب وانا بلعب انا اللي اقول مش هيديكوتي وانا في الملعب ما انت ما كملتش ده ذنب مين ذنبك ولا ذنبهم بلعب أنا اس... ايوه ماشي ما... افهمي الاجابه حضرتك مم. افهمي الاجابه بعد اذنك بقول وانا بلعب وانا أيوة. جوه الملعب انا اللي سايق ايوه ما كان المفروض بقى انك تكمل المفروض ان انت كان اقول لك حاجه كنت تكمل وانا عندي 31 سنه مستر بايسا لما وصلنا منتخب سنه 90 وصلنا كاس عالم كان عندنا 13 14 لعيب من الفرقه في منتخب مصر مع الكابتن جوهر الله يرحمه فالراجل ما فيش فرقه خلاص وكابتن جوهر وقف الدوري وعايز يمشي مم. فالكابتن عبد الوحش قال له مش عايزه يمشي وبتاع قال له طب رشح لي مدرب قال له مصطفى يونس قال له مصطفى يونس صغير لسه قال له لا مصطفى يونس مش صغير انزل الملعب مع مصطفى يونس وانت عارف صغير ولا مش صغير فايسا المسؤول عن الكره في المانيا المسؤول عن الكره لما جم شغلوني يا ميرا مسكت فرس اسمها 18 سنه كنت باخد 4500 جنيه وبدر رجب اللي انا جبته من عندنا من شبرا ولعبته في النادي الاهلي كان بياخد 5500 جنيه عشان انا اقول لا دخلت النادي واشتغلت عملت لهم فرقة كورة كنت واقعد أحط رجع عليك وعمر ما لعبت فرقة 18 سنة كله فريق أول كابتن طارق الله يرحمه يقول لي مصطفى إيه الفرقة اللي أنت عاملها دي يا مصطفى إيه الفرقة دي يا مصطفى قلت لهم السلام عليكم أنت عندك طار لا مش طار عندك طار خالص لا 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 طيب. أنا مش من النوعية دي سمعت في ناس قالت إن الخطيب مش أسطورة الخطيب أسطورة ولا مش أسطورة ما أسطورة في إيه انا بالنسبه لي انا من احلى واعظم الناس اللي شافتهم عيني بيلعب كره محمود الخطيب لكن هاتي ارقام مفيش والارقام دي بحكم ان احنا على ايامنا احنا اكمل بعد اذنك عشان الناس البهاليل ما تفهمش غلط احنا ايامنا احنا كنا بنصف فرقه واحده افريقيا انت دلوقتي بتبص لي خمس فرق والسنه اللي جايه هيبقى تسع, فرقة فرق ولا عشر فرق احنا على ايامنا ما كانش فيه زي ما فيش احتكاك ما حاجه الخطيب ملوش بصمه في منتخب مصر. لكن احنا واحنا بنلعب احنا الحمد لله على جيلي انا يعني الناس اللي بتقول كده شايفه حاجه ليها وجهه نظر. عارف مين اللي قال كده الاول؟ مين؟ جمال العدل. المنتج جمال العدل طلع قال الخطيب مش اسطوره. ما ما هو, ما هو ما يعني ايه اسطوره؟ اسطوره في الكوره. ما هو ما هي ارقام. الاسطوره ده نقول حسام حسن. عمل وعمل وعمل وعمل. عصام الحضري، أحمد حسن، دي أرقام وصلاح لا صلاح بره، صلاح بره الكلام ده طيب خالص طب صلاح عمل إيه مع المنتخب؟ ما هو من وجهة نظر الناس يا ست صلاح كل... عمل لنا إيه مع المنتخب؟ بيلعب بيلعب باللعيبة في دوري ما يعلم به ربنا. آه بيلعب لوحده بيلعب حتى لو بيلعب لوحده، إحنا يعني ما بنلعبش بو بوكس. أيوة كوهر. أنا بقولك ما يعني فيش حد يعني بص مين اللي حوالين صلاح في ليفربول وحوالين صلاح هنا؟ محترمي ليهم. م. باحترامي الكل اللعيبه عندنا لعيبه كويسه قوي بس ازاي توظفه وازاي تمرنه ده ما بيعرفوش يقفوا في الملعب والله العظيم ما بيعرف يقفوا في الملعب والله ما يعرف يعني تطيق. يعني صلاح اتظلم في الهجمه الاخيره اللي حصلت عليه على السوشيال على ميديا ما دول بهليل برضه بهليل مش انت مش عايزه انا اتكلم في موضوع تاني دول البهليل برضه لا لا قول يعني براحتك لا 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 صلاح نظرك خالص بالعكس صلاح كان عايزين يوديله سكه ما راحهاش اللي هي ايه؟ ما ينفعش بقى يا أميرة. لا ازاي والله شيء غريب جدا انا عايزه الناس كان تخلن. عايزين يودوه اخوان مسلمين كانوا جارين على الإخوان المسلمين، ما رضيش مين اللي جارين على الإخوان المسلمين؟ ده دعبسي كده وأنت هتعرفي لوحدك دعبسي كده وشوف الفترة طب دي ساعدني لا ما ينفعش ساعدني معلش ساعدني أنا أنا مؤمن بحاجة يعني الإخوان المسلمين كانوا بيجرجروا رجل محمد أيوة. صلاح فما رضيش فعملوا عليه هجمة على السجن أيوة. أي حاجة أي حاجة صلاح, صلاح دول غير البهاليل بتاعتك بقى دول بهاليل تانيين أه ما دول أصل البهاليل بتوعهم عايز أقول لك حاجة هم اللي عملوا الهجمه دي عليه يعني على السوشيال صلاح نيز. علينا ان نفتخر بمحمد صلاح طبعا محمد صلاح طبع. عمل اللي ما لو لوزاره الخارجيه ولا وزاره التجاره ولا وزاره مش عارف ايه صلاح ايقونه في العالم طيب. انت شفت صلاح قابلوه ازاي لما رجع انجلترا طبعا هو ده غنوله له هو غلنولو. ده غنوا له طبعا بيحبوه وبعدين خلي بالك عشان احنا اه اه مع وضد وبنصيط اكتر وقت البني ادم بننقاد محتاج محتاج تقف جنبه وهو واقع يعني انا طول عمري والاهلي وقع ما فتحش بقي لما بنكسب وبنقول كنت بطلع عينيهم تمام لكن اكتر وقت منتخبنا ولعبتنا شوف انا مختلف معاهم محتاجين دلوقتي نقول ايه الصح ايه اللي يتعمل عشان نخرج من الكبوه اللي احنا فيها عشان يبقى عندنا كره بجد طب انا عايز اسالك ليه محمد صلاح ما يطلعش يقول الكلام ده يقول ان الاخوان المسلمين كانوا بيحاولوا ما يجرروني ما اقدرش ما اقدرش انت شفت لما لما اتكلم على الخمر وبقول له انت شربت قال له لا ما بشربش ده عملوا عليه هجمه بنت كلب ده, دخلوا عليه طب ايه مال الكوره بقى ومال الخمره دول كانوا اخوان برضو اه طبعا مم. طبعا طيب ما هم بيصطادوا في اي حته عايزين يخشوا من اي حته يا امير طيب مين أفضل؟ موسيماني ولا فيريرا؟ فيريرا مليون مرة. طيب. هعرض عليك شوية صور وهتقول لي حقيقة كل صورة من وجهة نظرك. أنت بتشوف حقيقة الصورة إزاي أو حقيقة الشخصية اللي في الصورة إزاي؟ أول صورة معانا. آه محمد صلاح. آه خارج التوقعات وخارج كل حاجة وأنا فخور إن أنا في يوم من الأيام مرنت الراجل ده. الراجل ده مرنته آه إمتى؟ آه 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 2010 و2010 و11. ده الأيقونة بتاعت العالم مش بتاعتنا احنا بس ماشي الصورة اللي بعدها كهرباء ممكن يبقى من أحسن لعيبة في مصر لو التزم لو التزم وهو فاهم يعني ايه كلمه التزام لا فهمني يعني ايه كلمه التزام معلش في سهر إيه؟ في تدريب في التزام ما يتخانقش مع اصحابه ما يتخانقش في الاوضه ما يهرجش في وقت للتهريج وقت لل... ما دي قياده تمام الصوره اللي بعدها الفنانه مي عبد النبي دي ام ولادي الزوجه الاولى ليك ام ام مصطفى وميار وانا بكن لها كل حب واحترام والعلاقه موجوده وكنا بنفطر عند ميار بنتي اول امبارح ربنا يديها الصحه الصوره اللي بعدها مين عبد الرازق الرازق ربنا يديه الصحه ربنا يشفيه هو وصلته المعلومه غلط ان انا اللي مشيت وان انا لا بالعكس م. يعني انا يعني والحاج سمير حلبية موجود والمهندس عدنان موجود وانا حاولت يومين ثلاثه عشان ارجعه وما حصلش اتفاق لكن هو حد من الناس المحترمه يعني الصوره اللي بعدها عدل القيعي عدل القيعي ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين واللي بيحبوا النادي الاهلي لكن م. انا جيت في فتره طويله جدا اختلفت معاه اختلاف كلي وجزئي في اللعيبه اللي كان بيجيبها طيب الصوره اللي بعدها محمود الخطيب حقيقته من وجهه نظرك حقيقته ده عشره عمر زي ما حقيقته من وجهه نظرك حقيقته م. حقيقته ان راجل هادي جدا ديست جدا ما بيتكلمش خالص، ما بيواجهش خالص ما بيواجهش خالص خالص نهائي عارف يعني, يعني, يعني إيه ما بيواجهش؟ عارف يعني إيه ما بيواجهش يعني إيه ما بيواجهش يعني سلبي أنا مسميه ما بيواجهش وبعدين من الحاجات اللي, اللي فيه إن بيحب يسمع آراء كتير قوي يعني فبيتشتت، يسألني ويسألك ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده, ويسأل ده في حاجة وكل واحد تبقى مشكله بالنسبه لي في اوقات لازم تاخدي القرار مع ما حدش يتدخل لكن هو بيسمع لا هو بيسمع وهو بيحب يسمع دي طبيعته طيب الصوره اللي بعدها مرتضى منصور مرتضى منصور الصديق العزيز آه الراجل ده أنظف من ناس كتير جدا لكن مشكلته الميكروفون والحديده وانا قلت له كتير خليك في نادي الزمالك اللي انت عملته محدش عمله لكن هو مش قادر يتغلب على الحته دي لكن راجل بيعمل خير راجل لم ولاد النادي اللي ليه واللي ملوش يعني بعد اللي عمله خالد الغندور رجعه تاني قلبه ابيض من البفته فارجو من الاخ والصديق العزيز مرتضى منصور في القناه ينسوا النادي الاهلي خالص وينسى محمود الخطيب خالص يخليه في نادي ملوش علاقه بالنادي الاهلي هتبقى معاه قريب في قناه الزمالك انا كله كلام فيش حاجه رسم لحد دلوقتي يعني كله كلام انت رايح كان ناس كتير كلمتني كيفش ما حاجه يبقى يكلمني هو يخش في مواضيع ساعتها اقول اه لا لا انت متخيله يا اميره ان انا ابقى قاعد على ترابيزه بتبعتي كده وحد يخش يهين النادي الاهلي ويتكلم عن النادي الاهلي الله في سماه اكله لكن انا انا انتقد وانا اقول اللي انا عايزه م. لكن لا اسمح وحصلت قبل كده مع خالد الغندور مسكته في الاستوديو واحنا على الهواء هو واسامه خليل الصحفي المحترم يعني يعني حضرتك متخيلك هتشتغل في قناه الزمالك ومحدش هيهين النادي الاهلي؟ وانا قاعد محدش يجرؤ ومش هسكت ماشي الصوره اللي بعدها حسام حسن ده اسطوره ده, ده الاسطوره ده يعني يعني هو يبطل العصبيه بتاعته هيبقى قد كده 10 مرات يعني حسام حسن الاسطوره مش الخطيب ده اسطوره ارقام اه لازم نفرق بين الاثنين عشان البهاليل ماشي الخطيب انا امتع واحد شفته في حياتي بيلعب كوره محمود الخطيب انا كنت بتفرج عليه والحمد لله انت بتفرق معا. ما بين كاداري وكلاعب كوره لاعب كوره ملوش <applause> مثيل طيب بس حسام حسن حسام ان شاء الله حس نفسي يمر النادي الاهلي او منتخب مصر هيجيله ان شاء الله اه طيب ان شاء الله الصوره اللي بعدها بوبس حبيبي بوبس حبيبي ده جايبها من تحت ما انت تحس بالنجاح مش لما تيجي تبقي الشيخ متولي مين خلى مهيب مذيع تفتكر؟ ام بي سي شوبير؟ شوبير دخله الاول؟ شوبير ليه الفضل على مهيب؟ لا شو آه بوبس كان شغال اول مع مصطفى عبده. كان شغال اول مع مصطفى عبده. بعد كده مهيب عملنا مع بعض برامج كتير، مهيب حد شاطر وحد بيحب بيحب مهنته. وحد ناجح، وحد عنده معلومات مش عند حد خالص. وذكي وذكي جدا. وذكي. لكن برضه هو بيحب ايه؟ م... ما يسخنش الدنيا. وانت بي... معه ولا ضد ان هو ما يسخنش؟ كل واحد بشخصيته. طيب، الصورة اللي بعدها. رضا أه... عبد العال. شبراوي راجل جدع. بصي أي حد وعشان يتفق. بيتفق معاك يعني في لا 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 بس, بس, بس ب... أصل دي طبيعة يا أمير. لازم نفرق ما بين إنك أنت ست جوه الأوضة حاجة وبره الأوضة حاجة. أنا وهو جوه الاوضه زي بره الاوضه زي على السطوح دي زي تحت السلم طيب انا عايزه فواضح. اخيرا منك وجه رساله لجماهير النادي الاهلي اللي المحب زعلانين منك لا 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 الزعلانين دول البهاليل ما يفرقوش ما معايا ماليش دعوه انا بالبهاليل دلوقتي انا, أنا بتكلم أنا على جماهير النادي الاهلي مش 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 دول اللي زعلانين مني جماهير النادي الاهلي المحترمه وعارفه ان انا بتكلم صح وبيقابلوني في كل حته عارفين انا بتكلم صح لكن انا آه يعني اللاعب رقم واحد في مصر في النادي الاهلي هو جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي عشقر الكيان. لكن اذا كنت انا بنتقد عشان انا ابن البيت وانا اعرف وانا هم يهمهم مكسب وخساره، لكن انا ما يهمنيش مكسب وخساره. انا يهمني الكيان من جوه يبقى مظبوط. الكيان من جوه يبقى ما فيش لعب. ما فيش ناس على حساب ناس، ما فيش ناس بتتجامل، ما فيش واحد بيشتغل ثلاث بيشتغل ثلاث آه وظايف وبياخد فيهم 250 و300000 ها ويروح ياخد نص السوشيال ميديا من فلوس الناس وتجيب ابن النادي ها صفوت عبد الحليم تقطع منه ال5000 جنيه اللي مستني مين اللي بياخد نص فلوس السوشيال ميديا من النادي اللي بيدفعوا 3 مليون جنيه سنويا زي ما حضرتك دوري دوري مين اللي بي... دوري حد دوري. يعني بياخد من الموظفين بتوع السوشيال ميديا نص مرتبهم خلاص الموظفين البهاليل اللي بيشتغلوا في حد بياخد نص مرتباتهم لا قال لي كذا مره في كذا قناه مش هقول القنوات عشان ما يتعرفوش من الناس ديت ان هم بياخدوا اتاوه ياربك. يعني؟ ها؟ اتاوه؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ اه كده والله والنعمه يعني دي معلش. والنعمه دي انت يعني جنيه يعني في شخص في شخص أنت في انت شخص جوه أل... النادي الاهلي مدام مدام بياخد ماد... نص فلوس السوشيال ميديا او نص فلوس أنت... مرتبات أنت السوشيال ميديا انت بتقبضي 3000 جنيه في الشهر لا تاخدي 2000 بس عاجبك ولا مش عاجبك مع السلامه اه مين ده بقى؟ معرفش طب ما هو مين اللي مسؤول عن الاعلام في النادي الاهلي؟ المفروض يكون شايف الكلام ده وعارف أه، واحد مسؤول قال لي عارف واحد مسؤول قال لك ان اللي مسؤول الاعلام في النادي الاهلي عارف اه طيب ده ده بلاغ للمسؤولين في النادي الاهلي الدنيا الدنيا قد كده طب ما تقول ده بلاغ للمسؤولين في, في النادي الاهلي قول ان ده, ده يعني هي دي بس صباح الخير طيب الكوره كلها الرياضه كلها مش عندنا بس الكرة كلها كابتن مصطفى يونس نورتني النهارده تعبتني يا ست الكل <applause> نورتني النهارده آه، ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه تكون لنا الدنيا هديت شويه باذن الله نتمنى يعني جايه للاحسن ان شاء, إن شاء الله بشكرك لنا. جدا نورتني النهارده مشاهدينا مشاهدين خلصت حلقتنا النهارده من ورا الشمس اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده مع ضيف جديد كنت معاكم اميره بدر سلام